انت بتسافري دبي ببلاش؟ اه. هتقولي لنا ازاي نوفر فلوسنا في الثانويه العامه؟ ايوه. هتعلمنا ازاي نتعلم انجليزي ببلاش؟ كده كده ولا اسمه انت لغايه كده انت لسه ما جتش. هيو اهلا بكم في فلوج جديد ومختلف. النهارده انا وايمان صبحي مقبله ومحمد نوفل استنيك على الطريق ومنير عوض وحبيب علام رايحين عند عمر كمان يا اسطى كميه غمر وكل واحد منهم هيقول لنا هات لايف كده بيستخدمها عشان يوفر بيها فلوسه كده. فيلا بينا نشوف الحوار ده والحماس يا اخي. يعني انت عرفتني من البطلون من فيديو الوكاله؟ اه. الله عليك انك شجعت الناس في ناس كتيره وتتكسب تشتري من هناك. طب انت ايه رايك في الاوتفيت؟ هو بصراحه يعني مش خلاص تمام وصلت. شكرا يا علاء. اجا المشروب الرسمي في 100 غامر. الو السلام عليكم. لقيته رحت جايبه. احنا دلوقتي قابلنا اسلام وبيتمنى نروح المنصوره واحنا اصلا رايحين دلوقتي المنصوره. هاي امنيه. جورا جامد انت في رمسيس. ربنا يرزقك ان شاء الله. دعاء السفر يا اخوانا. 10 seconds later. ما اقدرش اصبر لما ابقى ملك. ما اقدرش اصبر لما ابقى انا الصبي. عندك مشاكل ما انا عندي كمان. بمناسبه راكبين الميكروباص، هل دبي للاغنياء بس؟ دبي ب 250 جنيه بس لو حجزت من على ويز اير، بس لازم تحجز بدري شويه علشان كل ما تتاخر التيكت بتغلى. ممكن وانت راجع تبقى ب 1000 ونص ولا حاجه. معلش للتوضيح، لو جيت تحجز مثلا اليومين دول هتلاقيها ب 88 دولار. طب لو فكرنا نحجز بعدها يوم 26 يناير هنلاقيها ب 20 دولار. طب لو رجعنا اليومين لورا وحجزنا يوم 24 يناير هنلاقيها ب 12 دولار، يعني اقل من 200 جنيه. فدور كويس على احسن سعر واحجز قبلها. يا حبيبه اتمرمخت انت في الارقام والمقاسات والهندسه ونظريه فيزا خرد، بتضربي الطول في العرض في الارتفاع. مرحبا بكم في 100 غام. ايه يا نظريه؟ الحقوا. شكرا يا اسطى. عايزين حرنكش. اما بقى لو كنت سريع عربي وتركب اوبر، فعايز اقول لك ان التاكسي ارخص لك بكتير. اول كيلو ب 7 جنيه وكل كيلو زياده ب 3 جنيه، لو حسبتها هتلاقي فرق كبير جدا، بس اتاكد ان العداد يكون شغال. قبل ما تركب قول له العداد شغال، لو قال لك لا او على السعر القديم سيبه على طول وشوف غيره. طيب لو انت زيي وبتركب اوبر عشان بس بتبقى تايه وهو بيوديك على الجي بي اس، سهله، اركب انت مع سواق التاكسي وافتح انت الجي بي اس. وصلنا قبليكم يا نورمات. لا يا يلا بينا. يلا بينا. انا بعمل كفته ورز زيكم. امي هل 100 غمر؟ شكرا يا اسطى. بس اللي يشوف 100 غمر من فوق غير اللي يشوفها من تحت. حازم الصديق وزيف زاهر، ازيكم عاملين ايه؟ جالي انا جاي عشان اكل. وادي اول السنه بنزل فجاله بجيب الكتب والكشاكيل بالجمله برخص التراب، وتاني حاجه بعملها باخد دروسي اونلاين عشان لو حسبتوها فلوس المواصلات بتاعت السناتر تجيب لكم اخر السنه موبايل جديد وبس كده.
بس رز معمر حادي بيعملوه هنا حادي. ما هو رز معمر حادي بس مش هتبقى حادي يا اخي. بالله عليك كيف تفكر في حد بياكل الرز المعمر حادي؟ هو انت بتعمل ايه يا كريم؟ احنا الرز المعمر عندنا بالسكر. ايوه ده اسمه رز بلبن. لا بيبقى معمر والله. والله بيبقى معمر. مش منصوره هي وبتعمله شكله الشرقيه بنعمله عندنا في الشرقيه. انا مش شرقيه. انت مش بتروح حازم اسمع تتخانق معايا خناقات بتوصل لحاجات كبيره والله. هو ده اكبر خناقات في حياتي. ده العادي عشان بوقع الميه وانا نايم. عشان ما اغيرش يا جدعان. ولا بيغير ولا بيعمل. هما بيزعقوا. هي بتنشف فيها ورا لفه بيرفكت خلطه بيرفكت. لاين الاسد. الاسد قلت الاسد؟ فتاني. طيب بصوا يا جماعه عشان بس وقتكم ما تتضايقوش الدنيا 10 دقايق. عادي براحتك. ماشي الجمله دي انت فهمت. والله يا جدعان طب انتوا مش هتعملوا اي حاجه. عمر صوته عالي قوي والتصوير قلق يعني في من ورا الكاميرا عبس بيع. انتوا سكتوا ليه؟ مسكره قوي. مش فاهم. فاهمناهاش. انا مش فاهم. بسبوسة على كنافة على قشطة على كريمة على كراميل على شوكولاتة وتربيزات بلياردو بين في حتة قد كده. لا ندوق تاني عشان مش فاهم دلوقتي. هو ايه ده بقى؟ في واحد بيسرح شعره. ما انا مش فاهم. ولا زي مثلا كل العزاب غير متزوجين. ايمن اعزب يبقى ايمن غير متزوج. ده الاستنباط ما فيهوش اي حاجة. لكن مثلا لكن الاستعباط الاستكراء. اما الاستكراء انت حرفيا بتجيب حاجه جديده. دحيحه انت مالكش دعوه بالموضوع ده. دحيحه اخش اعلام في امل. انت بتقولي ايه؟ انا فكر ان هم ليه بيعلموهم الكلام الفارغ ده في المدرسه. لو انت عاوز تعلم انجليزي من غير كورسات ومن غير فلوس اتفرج على افلام. بس اختار افلام تكون سهله وبسيطه وترجمتها موجوده بالانجليزي تحت عشان تعلق معاك. يعني لما تكون بتتفرج على الفيلم واللي انت سامعه مكتوب قدامك هيسهل عليك الموضوع جدا. دايما روحك حواليا وفي كل مكان. على السقفة قلبك الآن. شو ما تحكي شو ما تقولي قلبك الآن. إذا تحكي تشتوني قريبة من الآن. قريبة من الآن. قلتلك بحبك شو ما تحكي شو ما تقولي. قلتلك بعزك قلبي في تحكي تشتوني خليني أكون جنبك. طب يا ستوب ستوب. ايه دي راسك عن مخدي جوا قلبي ما في هدي ومرة خطير. شكرا. Don't make fun of Indian people. How dare you. وبكده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب والحاجات دي. واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. عايزين تشتروا لبس حلو وبسعر كويس؟ اتفرجوا على فيديو كريم بتاع الوكالة. انا جايبه ده من هناك ب 50 جنيه.